السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع أنس، موقع ذكاء اصطناعي، في حاجات خاصة بالكتابة بالذكاء الاصطناعي، توليد فيديو بالذكاء الاصطناعي، توليد صور بالذكاء الاصطناعي. دلوقتي بجرب اللي هو المحلل البصري. يعني ايه محلل البصري؟ يعني ارفع له صورة واقول له اوصف لي الصورة ديت. طيب خلينا اجي هنا واحاول ارفع له صورة يكون الذكاء الاصطناعي هو اللي عملها، عشان نشوفه هيعمل وصف لنفس الحاجة ولا هتبقى حاجة ادفانسد شوية. مثلا الصورة دي انا كنت كاتب له حاجة بسيطة خالص، كنت كاتب له ارسم لي فراشة وخلاص يعني، وخلفها نجوم. طيب اقول له هنا اوصف لي هذه الصورة، فهو هياخد الصورة ويبدأ ان هو يحللها ويبدأ ان هو يديني وصف ليها. قبل كده كنت انا صورت صورة ورفعها على انستجرام، فلقيت حد بيسألني عن الصورة ديت، فبعتها للذكاء الصناعي فاداني وصف دقيق. كانت صورة شباك معين، فقال لي الشباك ده من ماتيريال خشب وحواليه كذا، وده كان فاداني وصف كبير جدا. هنا برضو اداني وصف كبير قوي، يعني انا تقريبا قلت له المرة فاتت فاير فلاي وجنبيها شوية نجوم، هنا بقى وصفها وصف دقيق، نايت سكاي وحاجات زي كده. طيب خلينا نجرب صورة تانية. اي صورة، المهم ما تكونش صورة شخصية ليك يعني. خلينا نرفع الصورة ديت، هو يرفع صورة وممكن تقول له انا عايزك توصف لي الصورة دي، او خلينا نكتبها له بالعربي، اوصف لي هذه الصورة. انا كتبتها فيها غلطة بس هنشوف هيقدر يتعامل معاها ولا لا. انت ممكن اصلا تبعت له صوت وهو يحول الصوت ده لكتابة، يقول لك صورة مثل طفل قاعد على سجادة بيقرأ القرآن الكريم، وخلفية صورة توجد مأذنة مسجد وبعض النجوم في السماء. وصف جميل يعني. ممكن اخد نفس الوصف دوت واروح لأحد المواقع، خلينا مثلا اهوت، خلينا ناخد دي مثلا اهي، واروح هنا لمولد الصور بالاي اي واقول له اعمل لي الصورة ديت. ده انا حتى كنت عامل الصورة على نفس الموقع، كنت كاتب له فراشة مصرية مع خلفية نجوم، فهنشوف هيقدر يعملها. طبعا المرة دي اديته وصف اكتر، فصورة يعني ممكن يبقى فيها اختلافات شوية. اهو عمل لي الصورة اهيت، تمام. ممكن تقول له اعمل لي صورة كمان، فيبدأ ان هو يعمل لك صورة تانية. وممكن تعملها بالستيبل ديفيجن، اه دي الصورة الجديدة اللي هو عملها، تمام. لو قلت له اعمل صورة تانية هيعمل لك برضه صور كتير. ستيبل ديفيجن ممكن تقول له برضه اعمل لي الصورة، وممكن تقول له اعمل لي صورة مماثلة، تدي له صورة وتقول عايز صورة زيها، رفع جودة الصورة، مالتي بروميت، تمام. في اكتر من بروميت، اعدادات متقدمة زي الايمج ستايل مثلا، سينمائية مثلا، وممكن تقول له مزج ساطع مثلا، هادي مبتدئ، زي الالوان حيادي، زي ما انت عايز. يعني دي ستيبل ديفيجن عايز اشتغل عليه، ريزوليوشن عدد الصور، نيجاتيف لو انت عايز تقول له حاجة ما يعملهاش، يعني تقول له مثلا ما تظهرش مثلا حاجة معينة. مولد صورة، هو عمل لي كذا صورة من نفس البرومت. طبعا هو مش بيدور على النت، هو بيعمل لك حاجة خاصة بيك، فلذلك بتبقى حاجة مخصصة بيك انت فعلا. يعني كل مرة تطلب منه هيعمل لك صورة مختلفة عن اللي موجودة قبل كده، تمام. وده الوصف، الصورة اللي احنا اديناها.